المنتخب الوطني يفوز بهذه المقابلة باش يحقق التأهل إن شاء الله، ولما لا يفوز بكأس إفريقيا إن شاء الله المقبلة، ويرجع لنا الذكريات القديمة اللي عشناها في سنة 76 مع اللاعبين القدام بحال الزاز بحال فراس بحال عسيلة وبقية المجموعة القدام. المدرب عندنا بجيراني كاين مزيان الفرقة زوينة الدراري بغا يلعبوا ولو كي حتى هو راه مزيان الكرة هي هذه المرة الحمراء خاطرك فرصة تجي مقادة فرصة هذه حنا ما غاديين نلعبوا زوين انا تبي فرقة تلعب زوينة ان بو ماتش تبقى في الحال تيتكاتفوا تقول لعب زوين ما تبقاش في الحال تقول ديروا جهدهم. شكرا للجيراني ديال الأصوات حيت جات كتسول فينا يعني كتاخذ منا آراء وسولونا على القضية ديال المباراة ديال المغرب وكاميرون، هي مباراة جيدة وكنظنوا أن المغرب خصو إن شاء الله يحيد العقدة ديالو مع المنتخب ديال الكاميرون، وبما أن اللعابة بزاف رجعوا كنتمناو أنها تكون إن شاء الله شي نتيجة اللي مزيانة ويربحوا إن شاء الله. ناضي ولا شنو؟ أول حاجة تنبغي نقول مبروك التأهل على منتخب وطني وكنتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في هذه الكأس الإفريقية اللي جاية إن شاء الله. بالنسبة للماتش كان الماتش صراحة قوي من كلا الطرفين، منتخب كاميروني تبقى من أقوياء إفريقيا. اليوم منتخب وطني صراحة أصبح عندنا إيكيب زويون مع خبرة ديال هيرفي رونارد. الماتش كان في الأول شوية تكتيكي من بعد دارت اللمسة الفنية ديال التأم بعد تغيير ديال الدخول سفين ديال بوفال بلس إصابة ديال بلهندا. عطات اللمسه الفنيه صراحه الاكل ديالها والزياج وقت المباراه كبيره وكنتمنى التوفيق للمنتخب الوطني ان شاء الله في كاس العالم. بالنسبه ليا المقابله كانت زوينه، الدوزيام ايطا كانت زوينه، ولكن ملي دخل بوفال هو اللي بدل الماتش. يعني المهم المنتخب راه غادي يتقدم كما تيقولوا لو الصغار، وهذا الشيء اللي عندي. عجبني ما جاش مستوى، واخا المنتخب غلب ما قنعش، انا ما قنعيش الاداء ديالو، خاصهم واخا يحضرش اللعاب، خاصهم فرقه اخرى الاداء ديالهم انا ما عجبنيش، ماشي حيت ربحنا زعما صافي حنا راه منتخب. عطيه تيبقى احد دعامات ديال المنتخب الوطني، فهو لاعب كبير وذو تجربه كبيره، والدليل انه لعب فرق كبيره وكيلعب مع اليوفي اللي هو فريق كبير وكينافس على مختلف الواجهات في اوروبا في ايطاليا. تنظن انه يعني الرجوع ديالو غيعطي واحد الدعم واحد معنوي للاعبين الاخرين باش يعطيو احسن ما عندهم ويحققوا ان شاء الله النتيجه المرجوه ان شاء الله. بالنسبه للاداء شويه النتيجه هي اللي بانت ليا، بالنسبه للاعبين اللي كيبان ليا تما اللي كاين بسبب بوفال لاعب زياش، بالنسبه زياش بالنسبه شي لاعب الحكيمي شويه ناقص احمدي ديال فورطا وهادشي اللي خصو يزيدو يخدمو بزاف باش مثلا الماتشات الاولى تيكونو مزيانين. الدقائق الاخيره تعياو المشكل خصو يلعبو مزيان. ومبروك على المنتخب. كنتمنوا للمغرب باش تربح لعبه مع فرقه صعيبه، وديك النهار هي تربحاتنا وخاصنا نربحوها المغرب تربح ونفرحوا حتى حنايا. يلا كانت مباراه زوينه سيرتو الدوزيام ميطا حركوا دخل بوفال وخرج الهندا حرك شويه الماتش واهداف موج ديال الاهداف زوينين. متنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس اسفل الفيديو ليصلكم الجديد.